وأخيرا بلدية بيروت بدأت بمشروع تأهيل أدراج بيروت بخطوة رح ترجع تحية جانب منسى من هالمدينة العريقة، وذلك بإطار برنامج تعاون بين البلدية والجامعات اللبنانية لتحسين وضع الساحات العامة بالعاصمة. ورشة إعادة تأهيل الأدراج كشفت عن اعتراضات الأهالي وحرص على جمالية وخصوصية بعض الأدراج بالنسبة للأهالي. تقرير. بالبيوت بين البنايات وبوحدة من أقدم المدن بلبنان بيروت، أدراج بتوصل الشوارع والمناطق ببعضها. أدراج عاشت منذ عشرات السنين وحتى منذ أكثر من 100 سنة، عاشت حتى يصير البعض منا ذاكرة المدينة وحاضرة يلي حامل عبء التاريخ. فالأبنية التراثية بمعظمها عم تتهدم والموجة العمرانية عم تاكل المدينة، ولكن بتبقى هالدراج صورة حلوة يفتخروا فيها أبناء المنطقة. أدراج مدينة بيروت تعود إلى عشرات السنين، وهذه جزء من تراث العاصمة. في مناطق بسموها هيلي أرياز، يعني فيها مرتفعات شوي، مثل راس بيروت. من راس بيروت بتنزل من الحمرة إلى البحر، من فيرنان إلى البحر. نفس الشيء بالأشرفية، الجميزي بتربط شارع جورو تحت بمنطقة صوديكو فوق. بلدية بيروت ومنذ ما يقارب السنتين حضرت دفتر شروط للبدء بعملية إعادة إعمار وتأهيل أدراج المدينة، وقد بدأ التنفيذ منذ بضعة أشهر، وتكلفة هالمشروع يبلغ ما يقارب 3 مليارات ليرة لبنانية. أدراج كانت حالتها تعيسة جداً، نحن عم نعيد تبليطها بالبلاط الحلو الجرانيت، عم نعمل له كيربستون شي حلو، عم نعمل له مثل تجليل، يعني بنعمل جل بعد جل مع مساحات خضراء، بنعمل له إنارة، الحيطان تبعه بنرجع بنطرشها. إعادة التأهيل بدأت، أدراج أصبحت أجمل، آمنة أكثر ومضاءة، وهالخطوة لقت استحسان الناس. كتير حلو للمنظر، بس حسين انه صار اعلى من قبل وصار شوي بفركش، حس فيها الكرويات بتعرفي اللي لابس كعب ولا شيء. انا سبور، يعني ثلاث ارباع الوقت سبور، بس بتعرفي ما بي يعني ما بستغرب امر كون لابسه كعب ولا شيء. هالمشروع وعلى الرغم من افادته الا وانه لاقى ببعض المناطق والشوارع ومن بين على درج غلام بمنطقه رمال اعتراض من السكان ومن مختار المنطقه، لانه الدرج عنده طابع تراثي بحجره الاصفر، والخوف اليوم انه هالدرج يشبه كل الادراج الباقيه بالمدينه. ما بقى في منهم بلبنان كلها، واكثر شيء عندنا بالمناطق عندنا هون في درج مرنقولة، درج الغلام، درج مسعد، درج شعارة. هالأدراج هيدي كلها أثرية، يعني أقل درجة يعني بعضه مثل ما بقولوا عمره صغير بالعمر، عمره فوق 8 سنة. وقت عم يعملوا هالدرج البيتون، محمود حالا عم يطلع فيه درج بيتون مثل كل الأبنية البيتون، ما عاد رونقه يعطي جمال للمنطقة. حرام إنه يغيروا المعالم تبعيته، لازم يضل هيك جميزي جميزي، وهدول حلوين إنه يضلوا على القديم، ما يغيروا الدرج، بس يتصلح. إذا في شقف بلاط يتزبطوا، نحن ضد فكرة إنه يعملوه بيتون. بطون أحسن، البطون أحسن من هيدا؟ معلوم هيدا بتكسر، هيدا مع التجدد. اللي منيح لازم ينعمل، اللي مش منيح ما لازم ينعمل. كل ما بيجوا السواح هون بيوقفوا لك، بقول أنا لك يا عمي شو بهن هولي، لأنه عاملين دسالة، شو بهن؟ ما بتلاقي لك غير بينبسطوا بعيطوا لبعضهم، تعوا صوروا لك شو حلو. تجوا تعملوه بطون، اوعى اوعى. هيدا الدرج آثار لازم نحافظ عليه، من كل حجر، كل حجر هون هو شو؟ هو تراث، ذكريات. نحن بنتذكر بس اولادنا نسيوا الذكريات. نحن نقلنا تمنيهم بالمحافظة على الطابع التراثي للدرج لرئيس بلدية بيروت، وهالتمني لقى أذان صاغية، فأجرى رئيس البلدية اتصال بالمتعهد وعد بالخير. أنا عم نعمل شيء لينبسطوا الناس، ما بدي نقلهم، ما بدي طابوا نظفوا وظبطوا وعملوا جرازير. والكهرباء تبعه وعم بركي عمود إنارة كمان، الله يرضى عليك. العالم خايفة إنه تجي البلدية وترمم هذا الدرج يصير بطون، مثل كل الدراج اللي ما لها طابع. نو 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 نو، ما نحنش عم نعمل حافظ على التراث. إذا هذا الدرج عنده طابع تراثي ما بتقروه.
بس برممه بظبطه ضمن طابع التراثي. درجين من بيروت احتلوا قائمة أجمل 17 درج بالعالم، صورة لابد ما نحافظ عليها مع الاهتمام وصيانة هالجزء من هوية المنطقة. بشكر رئيس بلدية بيروت الدكتور بلال حمد على استجابته السريعة وحرصه على الوقوف عند رأي الأهالي، وبشكر رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين مختار الرميل بشارة غلام اللي فيه كمان درج على اسم عائلته. وأنا مع المختار بشارة بحب شي نهار بأقرب وقت نقوم بجولة على دراج بيروت فور انتهاء الأشغال بركي ليخبرنا قصة كل درج، وهيك منعرف أكثر عن تاريخ مدينتنا من خلال دراجة. من بيروت مننتقل إلى عنجر، فضيحة مالية عم يحكي عنها فريق المتعاملين مع إدارة المهرجان، واتهامات متبادلة بالإعلام ضد رئيسة لجنة مهرجانات عنجر السيدة نسيمة الخطيب المعروفة بترأسها لعدد كبير من الجمعيات الخيرية بالبقاع وببيروت، وحكي بإطار الفضيحة عن فواتير ملعوب فيها وعن فساد. هل ملف صار له كذا مرة عم ينطرح بالإعلام، آخر امبارح ببرنامج للنشر على قناة الجديد. راح أتلقى اتصال مباشرة على الهواء من السيدة الخطيب لترد على ما طال من اتهامات بالفساد وتزوير الفواتير مباشرة بعد هالوقفة الإعلانية.